مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير الدونات بمكونين فقط. بالكوب المعيار عنا كوبين ونص طحين ونص كوب لبن، وكمان اذا ما عنا كوب المعيار فينا نجيب كوب كبير طحين ونص كوب عادي لبن. وقبل ما نبلش بالفيديو انا وياكم، بتمنى عليكم تعملوا لايك للفيديو وشير وتشتركوا بالصفحة للمشتركين الجدد. ولنبلش الطريقة مع بعض هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة عن جد كتير كتير سهلة، بس بمكونين تطلع كتير طيبة ورائعة. حطينا طحينة، بحط اللبن، بخلطهم مع بعض، بخلط ليصير عندي عجينة. ممكن احتاج بعد لبن، بحط شوي شوي اذا بعد بدي لبن، مهم يصير عنا عجينة متماسكة. هلا بزيد بملعقة الطعام لنعرف مع بعض قدي حطينا لبن. بعد بدي شوي لبن، حط ملعقة، اثنين، ثلاثة، حطينا ثلاث معالق طعام لبن، كمان بخلطهم. طريقتها كتير طيبة، جربتها عن جد ما بتصدقوا. اللبن حلو او حامض ما في اي اشكال، كله بينجح معنا. عشان النكهة على القلي، نكهة اللبن إذا كان حامض على القلي بتروح منا. بخلطهم بالإيد، بعجنهم ليصير عندي عجينة متماسكة. إن شاء الله الفيديوهات اللي عم بعملها أنا وياكم تكون عم بتنال إعجابكم. بعد رح حط لبن، ملعتين طعام، ملعقة، اثنين. بحاول مثل ما قلت لكم شوي شوي بضيف اللبن ليصير عندي عجينة. ما فيني حط اللبن دفعة واحدة، احلى ما يطلع عندي اللبن كتير، بصير بدي زيد طحين وحسب نوعية الطحين. على فكرة هيدي الطريقة كتير كتير سهلة، ما معقد، يعني إذا قليل اللبن منزيد لبن وإذا قليل الطحين منزيد طحين، مش هالطريقة اللي معقدة، عرفتوا كيف؟ بسم الله. هلأ بعجنا منيح، صار عنا اللبن والطحين كتير منيح. هلأ بعجنهم، بعد ما عجنتهم وصار عندي عجينة بهيدا الشكل بتلزق شوي، هلأ بدي غطيها واتركها ترتاح 30 دقيقة. هلأ بحطها بمطرح دافي وبريحها 30 دقيقة. هيدي العجينة بعد ما ريحتها نص ساعة، بدنا نكفي الطريقة مع بعض. بسم الله. برش طحين، بحط منيح طحين عشان العجينة كتير طرية. رح شيل قسمة من العجينة عشان اقدر مدها برياحة.
عن جد طريقتها كتير سهلة وطيبة، نفس الدونات اللي بنشتريه من المحلات، ما بتختلف النكهة أبدا. بحاول مدة نفس السماكة. عندي هون هيدي بتجي مع الدواء للولد، غسلتها منيح لقطع فيها العجينة، وكمان عندي شليموني. ممكن نحن بغطى قنينة مي، غطى كبير غطى صغير، اي شي متوفر عنا ممكن نقطع فيها الدونات. انا رح اعملهم كتير صغار، ميني دونات، قطعها بهيدي الطريقة. بس قطعتها، هلا بدي اقطعها من النص. شفتوا كيف سهل كتير، ولا اروع واسهل من هيك. لزتها ما بنتركها ترجع تخمر، بس هلا دغري بنقليها. هيدي العجينة كمان برجع بعجنها وبشكلها نفس الشي، بقطعها نفس الشي بعملها. بس حمي الزيت عنا، هلا بدي اقلي الدونات. كمان بس اخذوا هيدا اللون الذهبي الخفيف، هلا بقلبهم. عن جد كتير كيوت، ناعمين وحلوين. هلا منشيلهم بحطهم بالصحن على محرمي لا يطلع منهم الزيت، يصفي الزيت منهم. رح كفي قل الباقيين، بنرجع منكفي مع بعض. هول الدونات اللي عملتهم انا وياكم بس باللبن والطحين، كتير هيدا شكلهم النهائي، وهيدي من الداخل كتير رائعين وناجحين، بعجينة ناجحة 100%. بدنا نعمل، اذا حبينا بنعمل الصوص الابيض وصوص الشوكولا لإلهم. عندي هوني 50 جرام شوكولا، ملعقة صغيرة زبدة، ملعقتين طعام حليب، بدوبهم مع بعض بالميكروويف. هيدا صوص الشوكولا بعد ما دوبته بالميكروويف، هلا كمان رح دوب الحليب والزبدة. بس دوبت الزبدة والحليب، هلا بحط فوقهم سكر البودرة، ملعقتين طعام، بخلطهم منيح مع بعض. بحط بالصحن الدونات وبرش عليهم السكر. كمان الشوكولا نفس الشي رح احطهم بالصحن. طريقتهم كتير كتير حلوة وغريبة، عرفتوا كيف؟ طريقة جدا غريبة ناعمة. حط هلا الشوكولاتة كمان على هولي. هذا الدونات اللي عملته انا وياكم بس باتنين مكونات، كتير كتير رائع. بتمنى هالفيديو يكون نال اعجابكم، وتعملوا لايك للفيديو وشير، وان شاء الله الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.